جوتيمو دي ميدل وان. النهاردة هنحل مع بعض الاكسيون لغاي. احنا كنا ترجمنا سوا الفيربات ديت في الكلاس، فهنحل مع بعض كده عشان لو حد كان absent. أول حاجة جايب لي فيربات ومفروض نفهم المعنى الجملة ونحط الفيرب بتاعها المناسب معاها. هوغن، أول حاجة هوغن يسمع، فونن يعيش، زيند فيرب زاين يكون فيرب تو بي، زيند اللي هو برضه زاين فيرب تو بي، تليفونيغن اللي هو يتكلم أو يتصل بحد في التليفون، ترينكن يشرب. بعد كده أول حاجة داس زيمون لورا أند أنا، فاحنا هنكون داس، هنقول داس زيند، هم يكونوا داس زيند زيمون لورا أند أنا زي وونين إن مينشن يعيشوا في مينشن. und sind Freunde يكونوا أصدقاء. زيمون und Anna verb إيه؟ أنا نزفت يعني عصير أناناس، هتكون trinken اشربوا trinken. und موزيك هورن موزيك، بسمعوا موسيقى هورن موزيك. لورا und كاتي تليفونيرن جير. تليفونيرن جير بعد كده هو عايز نحط الاندونج، النهايات بتاعت كل فيرب. عندنا بس جايب لي ده فيرب ماخن، هيكون ازاي مع لورا اند انا؟ لورا اند انا بيكون الفيرب بتاعهم البيرسونال برونومن، سوري البيرسونال برونومن بتاعهم زي كلاين بلورال، هيكون الفيرب زي ما هو، فهتكون بس ماخن. نحط الاندونج الاي ان بس ماخن لورا اند انا زي شبيلن. كده جايب لي هنا نوما تفاي فيا البيرسونال برونوم فيا، الفيرب بيفضل زي ما هو فهتكون ماخن. ناين كايني لوست، يعني ايه كايني لوست؟ يعني ما عنديش رغبة. كده كوستاس هيكون ده فيرب كومن، كوستاس ده هيكون البيرسونال برونوم بتاعه ايا، فهيكون تي، هنحط التي. كوستس كومت اوس جريشن لاند ابا ايا وونت ان منشن. بعد كده بس ماخت ايا هويتي، عشان ايا نحط تي. فيا شبيلن عشان مع فيا. بس ترينكس تو انا نظفت. كده انا اند كاتي تليفوني غين، يعني ايه هويته؟ هويته يعني اليوم. تمام كده، ده كده حطينا الاندونج. نكمل سوا. فيلشي اند فورد باس، وعايز نجاوب على الديالوج ده. أول حاجة بيقول via زايد إيا، يعني من تكونوا، هتكون الإجابة via زين لورا أند لويس. نكتب هنا كده بي تمام. بعد كده تاني حاجة قالت زايد إياتسين، زايد إياتسين يعني أنتم تكون عندكم 10 سنين، فهيقول إيه؟ ناين فيا زيند إلف.
بعد كده شبيلت يا جيرن تش تنس، بتلعبوا تش تنس بحب يعني وبشطارة بتحبوها؟ فهيقول ايش شبيلة جيرن تش تنس ابا لورا ماخت جيرن كاراتي. هتبقى الجملتين سوا. ده كده الايه الديالوج خلصناه سوا. نكمل. عايز يكتب الجمل ميت نيشت صغير دي ساتس ميت نيشت. عايز يكتب الجمل ميت نيشت. احنا قايلين ان نيشت بتيجي فين؟ نيشت ديت نيجاتسيون نفي بتيجي بعد الفيرب. نيشت بتيجي بعد الفيرب. اول سؤال عندنا داس است انا، هيقول ناين داس إز نيشت أنا. ليه حطينا نيشت هنا؟ عشان بعد فيرب اللي هو زاين داس إز. نمرة فاي زي إز فيات سين ناين زي زي إز نيشت يتسين. حطينا نيشت بعد ال ايه بعد الفيرب اللي هو ايست اللي هو فيرب زاين. كده زي شبيلت جيتاري من ناين زي نيشت جيتاري. كده زي ماخت كاراتي ماخت اللي هو فيرب ماخن، فهنحط نيشت بعديها تبقى زي زي ماخت نيشت كاراتي. بعد كده زي است بلد هنقول ناين زي است نيشت. تمام حطينا نيشت بعد إيه اللي هو فيرب زاين. تمام كده يبقى نيشت بتيجي بعد الفيرب. نكمل السؤال ده. عايز يربط بين الجملتين ميت أبا. أبا دي اللي هي بمعنى إيه؟ لكن أبا اللي هي بمعنى لكن. تمام هو عايز يربط بين الجملتين، فاحنا عشان نحل ده بنعمل إيه؟ بنكتب أول جملة زي ما هي بالظبط، مش بنغير فيها أي حاجة، وبعد كده بنشيل الفول ستوب اللي في آخر الجملة ونعمل زي فاصلة كده أو كومة، نحط أبا ونكمل الجملة التانية. تعالوا نحل سوا كده. أول جملة هتنزل زي ما هي عادي. ماكس ماكس أند لورا كليتر جير، ونعمل ايه؟ نعمل كده فاصلة، نكتب ابا ونكمل زي تاوخن. نيشت جير. يبقى السؤال ده كله احنا بنعمل فيه ايه؟ اول جملة بتنزل زي ما هي عادي، بعد كده نعمل كما، نكتب أبا ونكتب الجملة التانية عادي. يبقى هنا برضه هنكتب الجملة الأولى عادي، نعمل كما بدل فول ستوب، نكتب أبا ونكتب الجملة التانية عادي، برضه نكتب الجملة الأولى زي ما هي، نعمل كما أبا، بس أهم حاجة أبا تكون الـ الـ الـ
كلاين مش جروس، يعني سمول صغير، تمام. نحل آخر سؤال مع بعض. ماريا هو هنا عايز، ماريا جايب لي ليب ولاخت موزيك، هون ايه الإجابة؟ ليب اللي هو بليبن بمعنى to love، لاخت اللي هو يضحك، هنقول ماريا ليبت موزيك، بتحب الموزيك. بعد كده ماريا اونتو ماخن ايه غوك غوك موزيك، ماخن سوزامن سوا، ماخن سوزامن، سوزامن يعني توجزر، سوزامن. بعد كده زي زند بغوين دي، هم يكونوا أصدقاء. كده توم شبيلت جيتاري، شبيلت جيتاري بيلعب بالجيتار. وند ماريا زينت. كده تاني حاجة، جون فونت ان سيدني. ليه قلت بونم مش كومن؟ عشان بعديها بريبوزيسيون ان، بريبوزيسيون ان يعني فيه، يبقى طبيعي لازم اقول فونن يعيش فيه، لكن كومن بيجي مع بريبوزيسيون اوس، اوس اللي هو من كومن، مثلا هقول جون كومت اوس سنين، لكن طالما بريبوزيسيون ان يبقى فونن، يبقى جون بونت ان سيدني. دانيال است ييتست، ييتست يعني الان، او ايضا ان أستراليان، إن هو كمان حالا يكون في أستراليان. دانيال أون جون زيند يكون فغيندي أصدقاء. زي هورين سوزامين موزيك، سوزامين موزيك يعني إيه؟ هما بيسمعوا سوا الموزيك. ده كده آخر لكسيون عندنا، وذاكروا كويس، ربنا يوفقكم. تشوس.